ما من مؤمن مستقيم يبتليه الله عز وجل بمحنة إلا وينبغي أن يعتقد اعتقادا جازما أن وراء هذه المحنة منحة. وما من مؤمن مستقيم، غير مستقيم عقوبة، أنا أقول ما من مؤمن مستقيم يبتليه الله بشدة إلا كان وراء هذه الشدة شدة إلى الله. هذا مبدأ وهذا قانون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فلذلك هذه الآية في نهايتها إنه هو السميع البصير، إن دعوت الله يسمعك وإن عانيت ما تعاني يراك، سميع بصير، وإن أدبرت نية طيبة يعلمها، إن تكلمت يسمعك وإن تحركت يراك وإن أدبرت شيئا فهو يعلمه. فالتعامل مع الله سهل جدا، لا تحتاج لا إلى إصرار ولا إلى يمين ولا إلى دليل، حتى أن بعضهم قال الحمد لله على وجود الله، الحمد لله على وجود الله.